وأصدقائي الأعزاء، الآن راح ندخل بموضوع حذف أجزاء من فيديو سابق عندك إياه تقص منه ثواني أو دقائق أو مقاطع من أماكن مختلفة. أنا اضطريت أعمل فيديو قبله، فيديو عملته في إنسانيون، وهذا أيضا أعرضه في إنسانيون حلقة شوية تصير بها حركة يعني ودعاية للحلقة، طبعا راح أنقلها إلى إجر بعد قليل. حبيت أشرح لكم الطريقة اللي واحد ممكن يقتطع منها شيء بدون ما يأثر على مشاهدات الحلقة، يعني عند مثلا 1000 مشاهدة وتعليقات كثيرة ومش عاوز يروح منها هذا الشيء، ما يضطر يروح يعمل الفيديو أبلود ويجي يقطع بيه وما أعرف إيش، هو نفس الجوجل كروم ينطيك مجال إنه تقتطع أي شيء يعجبك من شيء اللي من مكان اللي تريده. يعني أنا ممكن أعمل شير سكرين وأشوفكم بالضبط الاقتطاع كيف يصير ومنين يصير حتى تشوفون بنفسكم طريقة الاقتطاع شلون تصير حتى ما تخسروا المشاهدين والجسمة. حملت فيديو 3 دقائق لأنه مثل ما قلت لكم مش عاوز أخسر المشاهدات السابقة، قصدي الحلقات ما أفقد منها شيء مهم حتى لو كانت ثواني، إلا إذا أكون مضطرا وعملت فيديو خاص حتى أستعمله كتجربة. الآن نقدر نروح على كيف نسوي عملية الاقتطاع. هذا قناتي إنسانيون والفيديوهات موجودة، فيديوهات كثيرة جدا شايفين، هاي كلها يعني 90% مقتطعة من إجهر، لكن أنا أيضا في إنسانيون عندي حلقات خاصة بي غير موجودة في إجهر حتى ما أستغل قناة إجهر في نقل فيديوهاتي إلى يعني، لكن أنا عندي حلقات خاصة بي في إنسانيون اللي حابب يشوفها. المهم هاي الفيديوهات، هذا الفيديو اللي عملته قبل قليل للتجربة حتى تشوفون كيف نقدر نقتطع منها. تروح طبعا هذا الشرط الوحيد انه يكون فيديو إلك تابع إلك، يعني انه انت مخزنه بجهازك يعني محمله في جهازك، يلا تقدر تقتطع منه. ما تقدر تقتطع شيء مو ملكك، بس انت تقدر مثلا تقتطع لقطات من افلام او شيء مسرحية أنت لقطات معاجبتك تشوفها فارغة تحب تعيدها وحدك، ما عندك نت تريد تعيدها وحدك ببيتك تشوفها محملة على جهازك، تقدر تقتطع منه ما تشاء على شرط ما تعلن العلن، لأنه هذه حقوق ملكية. لذلك أنا حرصت أنه أعمل فيديو حتى ما أخذ من أفلام من أي مكان آخر حتى اليوتيوب ما يسوي لي مشكلة. مهم نروح على هذا الفيديو اللي عملته كتجربة تشوفون. مرحبا صديقاتي وأصدقائي الأعزاء، تشوفون هنا الحلقة. أول شيء نروح وين نروح؟ على تعديل الفيديو. وين نروح؟ تضغط على تعديل الفيديو لأن هذه تكون تابعة لك الحلقة، أنت تعمل فيها ما تشاء. تروح على تعديل الفيديو، شيء يطلع لك في صديق آخر مسوي بس بطريقة أخرى، أنا مسوي بهذه الطريقة. ممكن أخلي الرابط، ممكن تستفاد من شرح الأخ أيضا عاملة في قناة اللي أنا تعلمت منه. تروح هنا يشوفك تفاصيل الفيديو. هنا أنا صراحة ما قدرت أسوي هذا الشيء إلى أن رحت على هذه الخطوط. أهم شيء تروح على تفاصيل الفيديو رأساً، أول ما تفتح تعديل فيديو يفرجيك هكذا، يشوفك السيسمة أنت ترايح تعدل بيها، تضغط على هاي الخطوط بصف الاستوديو راح يظهر لك هذا القلم
وهو التفاصيل الفيديو. تروح على ثاني وحدة أداة التحرير، أداة التحرير هذه أول وحدة، إنساء الإحصاءات، بعدين تجيك أداة التحرير، تضغط عليها تطلع لك، تطلع لك الفيديو مباشرة. هذا هو الفيديو السابق اللي سويته، راح نقتطع منه ما نشاء. أوكي، مثلا نشغل. مرحبا صديقاتي وأصدقائي الأعزاء، حبيت أسوي هذا الفيديو. خلينا نشوف مثلا، نبدأ مثلا، نريد نقتطع كيفية الحساب. أنا مركز على الحساب اللي حسبت فيه، راح نشرح فيها بالتفصيل. حتى ما تأثر يعني على الفيديوهات، لأني يعني أتكلم فيه الآن اللي راح أسويه، اللي أشكر على المشاهدات أو التعليقات في الحلقة. راح نعد من العد العد سويته في سبيل أنه أنت راح تحس أنه العد اختلف، تنقل من 1 إلى 7 إلى 10، تشوف الاقتطاع صار هنا مثلا 20 مثلا، حتى نشوف القطع منين راح يصير لما أبدأ أقطع في الفيديو القادم اللي راح أسوي. 1. أوكي، إحنا بدينا ب1، الآن أروح شو أسوي؟ أنا موقف وين؟ على كلمة 1 هنا. شو أسوي؟ اقتطع، أريد اقتطع. أوكي، اقتطع جزء من عنده، مثلا اقتطع فت كم ثانية من عنده، تقول له تقسيم، تقسم اللي تريد أنت تقطع منه، تجي هاي المسافة أنا اقتطعته. أوكي، راح نجي على معاينة، راح يشوفنا ايش قد اقتطعنا. أربعة، خمسة، ستة، خلينا نرجع ونشوف ايش قد اقتطعنا. لما أبدأ أقطع في الفيديو القادم اللي راح أسوي. 1، 4. أوكي، شفتوا، لاحظتوا، طفرنا من 1 إلى 4. أجينا، عجبني مرة أخرى متابعة اقتطاع الفيديو. هاي 1 اقتطعنا، خلاص نجي متابعة اقتطاع فيديو، نقتطع مرة أخرى. أوكي، منين المرة نقتطع؟ من مكان آخر مثلا، منه تقسيم. أوكي، تقسيم حتى نقسم منين راح نقطع، راح نقطع منا لهنا، معاينة، نعاين اللي سويناه. تسعة، عشرة، 13. شفتوا، قفزت من 10 إلى 13، يعني معناته من عشرة إلى 13 اقتطع من الفيديو، وهكذا تيد هنا تيد هنا تيد هنا، وهكذا تمشي متابعة. تريد سوي واحدة ثالثة، متابعة، سوي واحدة ثالثة، ما يأثر. أخيرة حتى تعرفون الاقتطاع ممكن بأي مكان، مثلا أريد اقتطع منه. أوكي، وقفت هنا، تقسيم، راح اقتطع المسافة هذه، معاينة، نشوف شغلنا مضبوط ولا لا. نرجع، تؤثر على المشاهدات والتعليقات مسوي، راح يجعل يعني لاحظتوا انه اقتطع جزء من الفيديو، صار عندنا 3 اقتطاعات، هي مدة الفيديو 3 دقائق. هذا أنا سويته بس الشرح، يعني هسا عندنا 3 اقتطاعات. أوكي، إحنا خلصنا كل شيء،
اقتطعنا من 3 مكانات شغلات ما تعجبنا، في ممكن يكون أكثر ممكن يكون أقل اقتطاع عندك، صح ولا لا؟ حسب الشخص منين ما يريد يقتطع. خلصنا الشغل هذا شو نسوي؟ نسوي له حفظ، نحفظ جميع المعلومات اللي انطانا اياها. ايش راح ينبهنا؟ يقول هل تريد تحفظ التغيير؟ قد يستغرق تطبيق التغييرات اجرتها بضع ساعات خلال هذا الوقت. سيرى المشاهد النسخه الحاليه من الفيديو، لن تتمكن من اجراء تغييرات اخرى على الفيديو، يعني اللي اقتطعته انتهى بعد ما تقدر ترجعه. الى حين الانتهاء من تطبيق التغييرات يمكنك مغادره هذا الموقع. تقول له حفظ، اوكي، يعني انا مسوي ومقتنع بهذا الشيء، حفظ. انت لما تروح على الان يبدا الجهاز بقطع اشياء اللي انا سويتها. جاري معالجه الفيديو يرجو المحاله مجددا في وقت لاحق، اوكي. احنا شو نسوي؟ نروح على الفيديو مثلا، روح على قناتي انسانيون ونشوف الفيديوهات، نشوف راح يقول لك، راح يشوفك انه هذا الفيديو جاري العمل عليه. وين نروح؟ نروح على الاستوديو مش المحتوى حتى نشوف الفيديوهات بها، حتى تشوفون بعينكم انه يطول، ممكن يطول ساعتين ثلاثة أربعة لا أعلم، يعني أعتقد هاي 3 دقائق ممكن ما تطول كثير في معالجة واقتطاع الفيديو اللي نريده. استوديو منشأ المحتوى تخطي هذا، بس أشوفكم إنه كيف يشتغل، يعني إذا تريد تتأكد إنه جاي يقتطع لو لا راح تشوف الفيديو اللي تتم معالجته. مدير الفيديو، مفروض تطلع الفيديوهات اللي عندنا، ليش ما تطلع؟ اوكي طلع. اوكي، ايش كاتب لك هنا؟ تعلم كيفية هذا اللي هلا اشتغلنا عليه، 3 دقائق 3 ثواني، جاري التعديل، بينما بقية الفيديوهات تشوفها ما مشتغلين عليها احنا، شايف؟ هيكولها قناة انسانيون. تشوف هنا جاري التعديل، ولما ينتهي التعديل راح نشوف يقول لك انتهى التعديل، ذاك الوقت تشوف الاقتطاع اللي سويته. يعني اعتقد شوية أنا طولت بالشرح، لكن حبيت يعني حبيت أوصل لكم الفكرة بالكامل كيف يكون اقتطاع الفيديو. ولولا احتياجي لهذا الشيء ما كنت أنا أيضا تعلمت، هو بسيط جدا. أعتقد الشرح كان كافي ووافي، وإذا واحد أي واحد عنده سؤال على الشيء اللي سويته ممكن في آخر الفيديو بالتعليقات يعلق، لأنه هذا الفيديو مسوي أني خاص وراح أخليه هسه للعلن، حتى ما يعني أرتبط بالتعليقات حتى أركز على الشيء اللي أسوي. راح تشوفونه، وإذا أي واحد عنده أي سؤال سواء في قناة إنسانيون أو في إيجار، راح لأنه أسوي له أبلود هسه في إيجار، راح تشوفون راح تشوفون بالضبط الشرح الفيديو كله، وبعدين اللي عنده سؤال ممكن يعرض سؤاله تحت الفيديو وأنا ممكن أجاوب عليه. أشكركم حبايبي، وبس حبيت يعني أسوي هذا الشيء، يعني الصديقات وأصدقائي اللي عاوزين أصحاب القنوات ما يخسروا مشاهدات تعليقات يعملون من داخل القناة عن طريق جوجل كروم، عندها الخاصية ممكن واحد يعني يحذف ما يشاء ومن مناطق مختلفة من الفيديو. شكرا جزيلا وتصبحون على خير. باي باي.